رعب مجهول المصدر وظواهر غير طبيعية ملهاش أي تفسير. هل في كائنات تانية عايشة معانا؟ وإيه السبب وراء الظواهر الغامضة في العالم؟ كوكب الأرض عالم غريب، وكل ما نفتكر إننا فهمنا كل حاجة عنه بيفاجئنا بظواهر أبعد وأغرب وقد لا يكون ليها أي تفسير علمي واضح، زي مثلاً جسر موت الكلاب، ظاهرة غريبة حيرت العلماء. أكتر من 600 كلب رموا نفسهم من فوق الجسر، لدرجة إن الكلاب اللي نجت لما رجعت للجسر رمت نفسها برضو ونهت حياتها بنفس الطريقة. والظاهرة دي بتحصل في جسر أوفرتون اللي موجود في اسكتلندا. للوهلة الأولى ممكن تفتكر إنه معلم أو مزار سياحي جميل، لكن في الحقيقة هو لغز بيثير الرعب في نفس أي حد بيفكر حتى يعدي جنبه. ولحد النهاردة محدش يعرف ليه كلاب بترمي نفسها في المكان ده بالذات. ولو فاكر إن دي الظاهرة الوحيدة الغريبة، فأضواء مارفا في أمريكا أغرب منها بكتير. مارفا هي مدينة صغيرة في ولاية تكساس الأمريكية، وبيظهر فيها أضواء غامضة على ارتفاع قريب من الأرض وبألوان مختلفة في حجم يساوي حجم كرة السلة. بس المريب إن الأضواء بتفضل تتحرك وكأنها بتمشي فوق الأرض. خرجت تفسيرات كتيرة عن الظاهرة دي لكنها غير مؤكدة، وبرضه محدش يعرف إيه التفسير ورا الظاهرة دي. لكن هل كنت تتوقع إن في شلالات من دم؟ ده مش خيال، دي حقيقة، والشلالات دي موجودة في أنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية، واللي بتعتبر مصدر لكتير من الأساطير والأمور الغير طبيعية. لكن الشلالات دي أمر واقعي وموجودة فعلا، بس المرة دي ليها تفسير علمي، وهو إن الشلالات دي جاية أساسا من نهر تايلر الجليدي واللي ميته لونها أحمر، وده بسبب احتوائها على تركيز ملحي كبير من أكسيد الحديد، وده اللي بيفسر إن لون المية أحمر شبه الدم بالشكل ده. الكون بتاعنا عالم غريب، وكل ما نفتكر إننا تقدمنا في العلم بيفاجئنا إننا لسه قدامنا كتير وصعب نفهم أسراره أو مدى تعقيده. ولو لسه عايز تعرف أكتر، تابع الحلقة الجاية من برنامج في العموم.